كابتن اسامه، مستر موسيماني قدر يقرا الفريق فيتا كلاب قبل المباراه، حط التشكيل المناسب ووضع الخطه المناسبه، والكابتن علاء قال كمان ان دور اللاعبين في التنفيذ في الملعب، يعني هي منظومه متكامله. المفروض اداء النادي الاهلي من البدايه كان هو ده الاداء اللي احنا عايزينه، ولكن الشوط الثاني اتغير شويه الاداء، ولقينا ان فرقه النادي الاهلي بترجع نص ملعبها شويه، بتقفل شويه كويس، وبقى اللعب من نص الملعب. هل دي كانت تعليمات مستر موسيماني ولا دي من اللعيبه من نفسها لما لقوا ضغط من لعيبه فيتا كلاب؟ يعني اتفقنا في البدايه كلنا انه المدير الفني مع اللاعبين ادوار متقاسمه، ده ليه شغل ودور واللاعبين ليهم شغل ودور، ولكن بنقول كل ما وصلت لمرحله المباراه ما فيش شك المدير الفني ليه تدخلات كبيره، سواء في تغييرات، في تعليمات من على الخط، كل الكلام ده، ولكن الحاله الفنيه والاصرار اللي عند اللعيبه والدوافع والامكانيات الفنيه، لانك انت ممكن تكون مدير فني كويس قوي ومعاك ادوات ما بتنفذلكش. يعني مش دي بس كفاءه المدير الفني في انه بيقول تشكيل وبيمرن كويس وبتاع، لا كمان المهم قوي ان يكون عنده لعيبه تقدر تنفذ له مظبوط اللي هو بيطلبه منهم. ولذلك ممكن بنلاقي مديرين فنيين كبار جدا ولكن امكانيات فرقتهم محدوده، لازم الناتج يبقى محدود. والعكس صحيح، ممكن تلاقي احيانا مديرين فنيين بيبقوا متوسطين او كده في فرق كتير في العالم حتى. مش في مصر بس. ولكن عنده لعيبه موهوبين قوي او عندهم شخصيه كبيره وعندهم امكانيات فنيه بتكبروا جدا. فهي عوامل مشتركه بين الاثنين. والنهارده مستر موسيماني بصراحه ارى الفريق كويس جدا، يعني شريف وعلاء قالوا الكلام دوت وعادل وكلنا بنتكلم في نفس الكلام، انه وجود محمد شريف من بدايه اللقاء مع مروان محسن بالذات مع الفرقه دي، يمكن لو في ظروف مباراه اخرى ممكن البدايه تكون غير كده، لكن في المباراه دي تحديدا بالاخطاء اللي كان بيقع فيها فريق سيمبا هنا في الخط الخلفي، محتاجين واحد بسرعات محمد شريف بمسانده من مروان وقفشه واجاييه، لانه يمكن علاء شرحها باستفاضه برؤيه جيده جدا، انه فعلا 99% من فرص النادي الاهلي كلها واحده تمريره والتانيه وفي العمق، او تمريره واحده في العمق. معظم الهجمات ده من اول دقيقه، اول كره اعتقد كانت من اجاييل لشريف انفراد على طول في العمق، وبعديها الواحده القفشه، وبعديها واحده اللي هي الهدف برضو من العمق من اجاييل مروان لشريف في العمق وجابها. فهي كل التمريرات كانت تمريره في التانيه في العمق، لانه فعلا كانت مشاكلهم الكبيره جدا واضحه جدا في القاهره. دي رؤيه وتعليمات مدرب طبعا. واضحه طبعًا. وفعلا زي ما علاء قال، انت ما فيش يعني تقريبا انت ما شفتش هاني قدام او ايمن او مزهور. حتى زي ما علاء قال انه قفشه واجاي كمان ما كانوش بيلعبوا على الاطراف، بيلعبوا صحيح هم بيلعبوا اطراف ولكن بيلعبوا للعمق. يعني حتى لما بيسقط مروان صحيح. او شريف اللي هو واحد فيهم بيتحرك للعمق عشان تتلعب له. احنا بمناسبه كلامك، حتى شفنا من البدايه انفراد من مروان محسن. أيوة. يعني لو معانا الصوره سمير نجيبه، دي لازم تعمل لوب. بص يا كابتن دي علاء، لازم تعمل لوب. دي الكره لوب. دي يا كابتن علاء ما تفكركش في حاجه كده، هو هدف جايبه هو. لا انا جبت جول زي ده، انا جبت جول، لا وقبل كده شفت جول فين بقى؟ الترسانه 2-0. الترسانه 2-0 بس انا جبته من بره القوس، وكنت قاصد عادل، ما كنتش قاصد الشوط من هنا. عادل احرز الهدف الاول وانا جبت الهدف، وكان قاصد. طيب سيبك، لا بص ده الجول ده. بص انا منين دي بقى؟ بص انا منين؟ هي دي زيها بالظبط. فاكر شو بقى؟ لعيب جامد منين؟ بص الكون الاولاني يا سمير، من بعيد كمان يا سمير، لازم ياخد ده سمره، لازم ياخد يا سمير، ربنا يخليك والله. بص دي بيجيبوا الحاجات دي منين يا جماعه؟ لعيب كبير. بص ده انا اللي عامل لك دي. طب انت فاكر ماتش زيمبابوي لما عملتها في نص الملعب؟ ايوه عملتها اسامه عرب. طيب الحمد لله. كنت اول هدف ده اجيبه بعد كان مين ده؟ محسن رقم 10 والله؟ ما كابتن خطيب ده محسن عالي الجون كان ولا جون؟ لا لا اسلام بعد كابتن خطيب خدت منه الفانيلا دي، ده اول هدف جبته. ما جبت ده وجبت في الزمالك كمان والله. كمل يا اسامه والله. يعني واضح شكرا يا سمر.
يعني سمير سمير طلع عالمي في اللقطتين دولت لان احنا كلنا واحنا قاعدين والكره اول ما طبت لمروان والجون طلع فتح الجون قوي كده قلنا على طول هيشيلها من فوق. مظبوط. مروان حب يركنها ببطن رجله يعني ما اعرفش ليه ما خدش القرار اللي جت في الصوره دلوقتي. الهدف العلاء جاب بالك مش سمير لوحده اللي جاب لنا الصوره دي وزجاله كمان وبنشكرك يا وائل. هي الطبه نفسها راحت لمروان حنينه وعلى رجله مش عارف ليه هو حب يركنها. الجول كان متقدم قوي اسامه كمان. ايوه ما انا بقول لك نفس اللقطه متقدم متقدم زي على اللزوم. فتح الجول لا متقدم قوي قريب من نقطه البنالتي. مظبوط. يعني طلع ساب السته يعني مش سته يعني بين البنالتي والسته يارده يمكن في حوالي 8 ياردات قبل قبل البنالتي. طب هو كان مروان قصد يعملها من فوقيه بس ما جاتش معاه. لا انا ركزت كان عايز يعمل ايه كان عايز يحطها ببطن رجله.